اذا في ثلاث اسئله لو عندي هون تتذكروا حكينا عن هاي هون عندي السلندر شرنا هاي على فكرة كأنه عملنا هاتشينج كأني قصيت سكشن بالسلندر عمالي بطلع عليه ها وهون عندي الرود ومتذكرين هذا كان اسمه الرود إمت هون وهذا اسمه الكاب إمت وعندي هون البستن وعندي هون فلويد هذا بيختلف طبعا بيختلف شوي عن اللي حكينا عنه في المختبر، شو كنا نحكي عن المختبر؟ كنا نحط هون بورت وهون بورت سنجل او سنجل اكتنج او دبل اكتنج، هون انا بسطته بس حطيت بورت من هون فبضغط انا الفلويد من هون، بدي افترض انه بيرجع بطريقه معينه في قوه خارجيه عم بترجعه. ما راح اقدر ارجعه انا هون، او زومبرك برجعه او شيء معين برجعه بس فيش فلويد في المنطقه هاي من هون. هذا هو مسميه بارل، احنا كنا نسميه سلندر، بس هو مسمي هذا بارل بارل، اظن انه هذا كمان بنسميه سلندر. هذه هون البورت هذا هون البستون وعندي الفلويد هون في عندي فلو كيو هلا جينا بدنا نصمم سلندر نفرض لتطبيق صناعي معين بدنا نصمم سلندر فبنيجي هون بنسال ثلاث اسئله طبعا انا في عندي هون رح تكون متوفره بامب والبامب رح تعطيني بريشر والبامب رح تعطيني بريشر البريشر موجود هون هلا في متطلب للفورس ومتطلب للسرعه، يعني اليوزر ريكوايرمنتس لو بدي افكر باليوزر ريكوايرمنتس اللي طلب مني اصمم هذا السلندر رح يكون احتمال كبير في عنده شغلتين بده يحققهم، مش بس الفورس، لانه لو طلب فورس وما حددش سبيد ما رح تعمل له شغل مناسب، فعادة رح يكون اليوزر ريكوايرمنتس هون، إذا بدنا نسميهم يوزر ريكوايرمنتس زي ما بنحكي بالام اس دي يوزر ريكوايرمنتس، رح يكون عندي في مطلوب فورس بدنا نحقق فورس معينة، بدنا نعمل شغل معين ونحط فورس على هذا البيستون من هون، بس كمان بدنا سرعة معينة. بدي احقق سرعة معينة احرك هذا الجسم على سرعة معينة. بينفعش فورس لحاله بدون سبيد، بينفعش سبيد لحاله بدون فورس. وحاصل ضرب الفورس بالسبيد بتعطيني الميكانيكال باور اللي عم بعملها ديليفري لهذا الجسم اللي موجود هون. إذا أول سؤال بنسأله بنسأل عن البيستون دايمتر. البستون دايمتر هذا مهم هون، ليش هذا مهم؟ فورس على تمام، فإذا أنا عندي هون بريشر حتى أطلع الفورس اللي بحققها شو العلاقة بينهم؟ فبصير عندي الفورس المطلوبة بتساوي البريشر في الأريا. فأنا احتمال هون عندي بريشر جاي من مضخة، أنا مركب مضخة هون، المضخة هون رح تعطيني ترفع ضغط الفلويد هون بهاي المنطقة. رح يتكون عندي أنا مطلوب مني فورس، هي السؤال الأول، حتى أحقق هذا الفورس لازم اضرب البريشر هذا في الاريا، وطبعا كل ما كان الفورس مطلوبه اكثر اعلى، وكل ما كانت البامب تبعتي اضعف بدي اضطر اكبر الاريا. اذا انا مطلوب مني فورس عالي بدي اريا كبيره، اذا البريشر ضعيف عندي هون بدي اضطر اضربه في اريا كبيره حتى يعطيني نفس الفورس، اذا هذا اول سؤال بدنا نساله. هلا هذا ما خلصنا هون لانه لسه ما حققنا الشيء الثاني اللي هو ايش السبيد رح يعتمد؟ على الفلوريت مظبوط الفلوريت على فكره الخساره اللي بخسرها اذا البريشر عندي واطي بدي اعوض عنه بايش بدي اكبر الاريا بس اذا كبرت الاريا حتى احط نفس السبيد بدي فلوريت ايش الفلوريت بالحاله هي رح يكون فوليومتريك فلوريت فالفوليومتريك فلوريت اذا السؤال الثاني وات از ذا ريكوايرد انا راح احط كلمه فوليومتريك flow rate what is the required volumetric flow rate required حتى يحقق to achieve the speed في على فكره سؤال ثاني فرع كمان من هون ايش الستروك اللي مطلوب شو ستروك ايش كلمه ستروك معناها المسافه اللي بدي امشيها هذا اسمه ستروك يعني هاي ها
هون ما بكفي امشي 2 ملم ووقف، حتى لو مشيت على السرعه المطلوبه راح يكون في عندي ستروك. كل ما زاد ستروك وزادت الاريا شو بتطلب مني هون اكثر؟ لا لا، البريشر راح تعطيني فورس زيت اكثر. زاد بدي كميه زيت اكثر، اوكي، بدي يكون عندي كميه زيت اكثر كافيه حتى اقدر اسحب هاي المسافه. فانا عم بعمل لحالي مشكله، كل ما كبرت الاريا من هون شو بصير؟ بدي اعبي فلويد اكثر. اذا راح احط انا هون سؤال فرع صغير هون راح احطه، وات از ذا توتال required volume of oil. Volume of oil to achieve a stroke. Required stroke. يعني مفروض احنا حتى هون يمكن نحط ثلاثة. اوكي؟ ستروك هو المسافة اللي بقدر اتحركها. والسؤال الأخير طبعا بدنا الهورس باور. What is the required or delivered okay هاي هي الباور وحدتها واتس. هدول ثلاث اسئله مهمه لازم نسالهم لما نيجي نصمم هذا السلندر.